أنا سوسن رابحي، ممثلة على ولاية المستير. أنا موجودة اليوم مع أصحابي من جميع الولايات، صفاقس، تونس، مستير. احنا أصحاب شهيد عليا، نخدموا في إطار عقود إسداء خدمات دبوي ديزون. عنا برشا وإحنا نطالبوا، وزارتنا وعدتنا برشا، عنا برشا وعود لكن كلها ما فيها حتى حاجة كتابية، كلها فيربال. اليوم احنا في حاجة ماسة انهم يسمعونا، يعطيهم الصحة متجاوبين معانا ومتفهمين ووعدونا نوعا ما بحاجات وانه جاي خير، لكن ما فهم حتى شيء كتابيا، حتى شيء ما هو واضح. احنا اليوم رانا مانيش برشا، رانا مانيش باش نتكلفوا على وزارتنا ولا على وزارة المالية برشا. احنا اليوم فما شغور بلايسنا موجودة واحنا سدين الشغور هذاك. احنا اليوم مانيش مسلمين في بلايسنا، مانيش باش نتخلاو عليها. احنا اليوم مطلبنا الرئيسي والوحيد هو الادماج، هو الادماج. مانيش مسلمو، احنا دخلنا في اعتصام مفتوح ابتداء من الامس، مانيش باش نسلمو في حقنا الى ان يتجاوبوا، الى ان يحقونا مطالبنا كتابيا مش وعود كما العاده. خاطر يزي 10 سنين صبر، برشا دوسيات قاعده تتعدى، برشا ناس ووضعيات اتعس منا برشا قاعده تتعدى، واحنا ما فما حد شيء. احنا مع اون بالو تو حتى باش نتظاهروا باش نتجمعوا، رانا نخدموا، راهو ما عندناش وقت. رانا اليوم معطلين مصالح عباد، معطلين مصالح اداراتنا والمخابر والطلبه نتاعنا. رانا جينا ماناش لا نحبوا شغب لا نعملوا حتى شيء، احنا مطلبنا واضح وصريح. احنا اصحاب شهيد عليا، احنا ارقى من ان باش نعملوا حاجه معناها تخالف القانون وشغب وكل، وانا با لو طون. عندنا بلايصنا، عندنا خدمتنا تستنى فينا، ماناش باش نضيعوا برشا وقت، لكن مطلبنا راهو واضح. مالوروزمون هما اللي ضرونا، هما اللي اضطرونا باش نعملوا هالاعتصام المفتوح ونوقفوا الخدم. وهو راهو هذايا ماهوش معناها حاجه ماهيش غايتنا، لكن على غالب احنا فدينا من وعود زائفة كما سووا وزارات اخرين في نفس العقد، بنفس العقد هذا إسداء خدمات لو جي تي تي و 5 فوا 5 معناها سووا وضعيات وهما اكثر منا. احنا اليوم نطالبوا بتسويه وضعيتنا. احنا اصحاب عقود إسداء خدمات نخدم متابعه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، توا ملمومين من مستير صفاقس تونس. العقد نتاعنا هذايا عقد غادي من مهمش، معناتها كان فما كلاسيفيكاسيون اكثر من مهمش راهو احنا. احنا اصحاب شهائد عليا الكلنا نخدموا بدون تغطيه اجتماعيه، كل عام يعذبونا باش يعاودونا يعاودونا الكونترا. نخدموا اقل شيء، واحد توا يخدم معنا اقل شيء عنده 4 سنين، عندنا من 4 ل 10 سنين من بعد الثوره بالضبط. توا كي ولينا نطالبوا ديما يمنيو فينا وديما يوعدوا فينا هاو باش نسويو الوضعيه، هاو باش نسويو الوضعيه، ديما ما فما حتى شيء. كل عام يطلعونا ببروسيدور جديده نتاع اللي باش تعطلنا احنا، كان ما يعملوناش هكاك ينقصونا في البيدجي باش يخرجك بطريقه غير مباشره. معناتها غادي من الظلم، ورانا كلنا اصحاب عائلات وكلنا معناتها قارين وواصلين، واحنا اللي نخدموا حتى في خدمه اداريه اللي هو ما عندهم الماء، وبرشا خرجوا وبرشا طردوهم، فهمتني؟ كنا 150 توا وصلنا ل 80 ولل 70. البارح شهريه يحدوها هما بالطبيعه على حسب، مانيش نخلصوا معناتها على حسب النيفو نتاعنا احنا، وينحي لك 15% لا تغطيه اجتماعيه لا حتى شيء. البارح بدينا في الاعتصام، اليوم صبح مسكرين علينا الباب وجايبين لنا الحاكم. من البارح دخلنا في اعتصام ورانا مانيش مش تحركوا من هنا حتى البلاصه الا ما يسووا لنا الوضعيه، ويلزم ثم محضر اتفاق يشمل الناس الكل، راه مش كان من جهه تونس ولا ثم من تونس، من سواق، من مستير، من برشا بلايص اخرين، فهمتني؟ من كامل الجمهوريه. لذا المطلبنا الوحيد هو تسويه وضعيه اصحاب عقود إسداء الخدمات، ورانا ماناش باش نتحركوا من هنا، ماناش باش نتحركوا حتى بلاصه. ودخلنا في اعتصام مفتوح، اعتصام مفتوح، ورانا مازلنا باش نزيدوا ونساعدوا. نجموا ندخلوا حتى في اضراب وحشي باش تبدا الصوره واضحه. وعدونا احنا من 2015 كل مره نجي ونقفوا هوني، وكل مره نجي وكل مره وعود. المسؤولين قاعدين يتبدلوا لكن الوضعيه قاعده هي. يتبدل وزير، يتبدل مدير عام تاع البحث العلمي، لكن قاعدين في نفس الحاله المهمشه هي بيدها.
كل مره يقولونا اللي هما باش يراسلوا الحكومه واللي هما باش يسويوا لنا وضعيتنا واللي هي استناوا شويه اصبروا ندرا شنيه وبعد ما نلقاو حتى شيء. بالعكس قاعدين ينقصوا منا بالواحد بالواحد وما فماش حتى حل صحيح جذري ماخذينا حتى حاجه رسميه في دينا. الكل كلام كلها وعود زائفة ما فما حتى حاجة صحيحة أخذناها في دينا. كل مرة هاو قابلنا الوزير اللي قبل الوزيرة هذه أخذنا معه موعد على أساس نقابلوه بعثنا للكاهية حال كل واحد يبعث كل واحد. البارح كيف عملنا اعتصام والمديرة متاع البحث العلمي بعثتنا الرئيس الديوان رئيس الديوان يرجعك لبلاصة أخرى وإحنا واقفين في نفس البلاصة ندوروا في نفس الحلقة الفارغة. هاني بندريس متعاقدة في لينيت مدرسة الوطنية المهندسين بتونس بعقد إسداء خدمات. عندي عامين من 2017 حتى 2019 عملت بوز على خاطر الوضعية ياسر خايبة. العقد ما عنده حتى خلفية قانونية. عقد عبارة كاتبين هنا بلامب معناها عبارة واحد كتب فصول واحد شد بيسي وكتب فصل 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 وفي لا تغطية اجتماعية عبد يصير له أي حاجة ما يلقى أكسيدون دو ترافاي ما يلقى حتى تغطية. يخدم قديش من سنة عنا زملائنا أقدم مني خدموا بتسعة سنين وسبعة سنين والعشر سنين من ولايات أخرى جملة وما ما حصلوا حتى شيء. عمراتهم ما عادش تسمح لهم أصلاً باش يدخلوا الوظيفة العمومية. وصلوا لعمرات 40 سنة وما نجموش مش باش يخدموا مالوغوزمون على خاطر العقد هذية محطم للجيل. ديجا كلنا بشهيدنا عنا شهادة عليا. أنا عندي شهادة ليسانس في الدروا معناها خدمة نورمال راني معناها بشهادتي بالجراد متاعي وكل نخدم. أما على غالب صحيح الوضعية في تونس صعيبة أما وضعيتنا أصعب. ما نجمو الكونترا هذا ماهوش قانوني. واحد عبارة يخدم تحت حيط ما عنده حتى حق نخدمه فماش حقوق جملة تاخو في شهرية كل واحد أسفار قد شهريته من باي خلص له حسب ظروفه هو. أما باش تكون فيه مستقبل لينا نحنا لأولادنا لأي واحد ما فماش. عبارة تخدم في نهارك عم جاي يقول لك بسلامة أكاهاو ما عندك حتى حق ماكش باش تحجج بيه باش تمشي باش تمشي للتفقدية متاع الشغل يقول لك هذا ماهوش كونترا بالنسبة لي أنا كها. إن شاء الله ربي بالحق معناها نحنا توا باش نقعدوا المطلب نتاعنا تسوية وضعيتنا تسوية وضعيتنا معناها يسمعونا. ديجا لي بوست موجودين ديجا نحنا في لينيت فارغة لينيت فارغة الكلهم خرجوا من التقاعد قاعدين يتسبرتيو فينا في كل بلاصة. ديجا نخدم في الإدارة اللي هو ممنوع قانونيا باش تكون أنت عندك عقد إسداء خدمات تخدم في الإدارة ولا زملائي يخدموا في الإدارة ولا في اللابو وهما حق من الجماعة اللي غوشيخش. نحنا نخدموا على أساس خاطر معنا حتى وضعية قانونية تسمح لنا باش نكونوا نتحاجوا بالعقد هذاك قدام أي 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 مسؤول أو أي أي حتى معناها من صبغة قانونية. ربي معانا نحن هنا هوني باش نواصلوا الاحتجاجات لحد ما يلقوا لنا حل. انا شفيقة عوينية تقني سامي معناتها متعاقد منذ مارس 2011 لهي بتسكيه في اللابوراتوار معناتها لي كوموند كل شيء لهي باللابو الكل. بديت بعقد عمل منذ مارس 2011 في مراني انه 2012 بقى تغير صيغه العقد ولا عقد إسداء خدمات صبوا علينا اربع سنين معناتها سينير بي اس من بعد تنحت بدت البروسيدور ولا ما عادش صب علينا. كل عام الوضعيه تسوء تمشي نحو الاسوء معناتها ثم صعوبات كبيره في تجديد في العقد وثم معناتها ضغوطات في الناحيه نتاع البيدجي نتاع المخابر. كل عام ينقص البيدجي كل عام ينقصوا الافكتيف معناتها التقنيين كيفنا نحن والاداريين. الوضعيه حاسه كارثيه معناتها. انا المطلب الوحيد معناتها نتسوى وضعيتي معناتها وانا مش بتحرك معناتها من هنا من قدام الوزاره وندعو السلطات معناتها المعنيه منه معناتها تتدخل وتسوي لنا وضعيتنا ورانا فدينا معناتها من الوضع هذا. نحلى صغير كيما اصحابي كونتراكتويل بالليكول بوليتكنيك نتاع المرسى ما مش باش نزيد على اصحابي اللي قالوا على سنة سيس والكل. حبيت نحكي حاجه اخرى يمكن ما حكيوهاش على حكايه لي كونترا اللي قصونا في لي 15% نتاع التفيا. معناها دوله تخدم فيك تحت الحيط ما تصبش عليك سنة سيس وتزيد تقص لك 15% من شهريتك.
هذايا حاجه، معناها هذايا حاجه، حاجه اخرى معناها تعامل فيك على اساس موظف في البوانتاج. انا واحده من الناس نبوانتي وقت الدخول وقت الخروج، ما عندكش دي زافونتاج كيما المتوظفين البيرمانون، لا عندك الحق في كونجيتهم كيفهم هما، لا عندك لي زافونتاج نتاعهم، لا عندك الحق في ليتيكيرستو كيفهم هما. عباره معناها تخدم في الحيط، معناها مش باش نزيد اكثر من اللي قالوه اصحابي، معناها فهمت كما قالوا صحابي، ما طالبين مش تسوية الوضعية، طالبين إدماج ديريكتومون كما قالوا لك. القليل فينا عنده 7 سنين و6 سنين.